تحالف تقدم متكئ على شيء واحد، من قال انه اذا تأجلت الانتخابات ما راح نذهب الى فوضى اكبر من الفوضى اللي احنا بها الان. تحالف تقدم متكئ على انه الانفلات الامني، منو اللي يقول انه راح يصير انضباط امني بدل الانفلات الامني؟ منو ما يقول انه راح تتعقد الامور اكثر واكثر؟ ما اعرف، يعني احنا متكئين على شيء وهو انه المفوضيه اليوم منصرفت، المفوضيه اليوم من هيئت نفسها، المرشحين احنا نفسنا المرشحين لما صار لنا فتره نشتغل نصرف، كل هذا وين كانوا من يريدون التاجيل ومن يقولون اكو انفلات امني ومن يقولون البيئه غير صالحه؟ لذلك تحالف تقدم مهيئ نفسه وهيئ نفسه حسب طلب الجميع، والكتل السياسيه بالاجماع هي كلها رادت انه يكون انتخابات مبكره، وايضا هي من رادت نظام الدوائر، الكتل السياسيه طبعا، لانه انا ما شفت احد قطع التصويت في مجلس النواب. اللي كان معرض ليش ما قاطع التصويت؟ هو بشكل عام كان أصلاً بشكل عام كان عادة يعني يسوون ضجة. بشكل عام كان أكو مجموعة من المعترضين، يعني يمكن الحزب الديمقراطي كان بشكل واضح معترض، بالملحق مشت الأمور بطريقة ثانية. نعم. بالمقابل سيدة سهى، يجي واحد يقول إنه في حال سوينا انتخابات مو حقيقية، انتخابات تملأها يملأها التزوير والمال السياسي الفاسد، يملأها عدم تكافؤ الفرص، وتطلع النتيجة هي إعادة إنتاج وتدوير لنفس الوجوه التي احتج عليها المحتجون، شنو اللي يضمن ما يطلعون التشرينيين وغيرهم والشعب بشكل عام إلى مظاهرات ويدخل إلى طور عنفي ربما أكبر؟ الناس الآن هادئة تنتظر ما سيخرج عن الانتخابات المقبلة باعتبارها مصيرية. احنا من نتعامل ويا انتخابات مصيريه لازم نتعامل بدقه، هل هذه الدقه موجوده بالوقت الحالي؟ انتم رئيس التحالف ورئيس مجلس النواب ويقعد وياكم ويحكي لكم، الجو مهيئ سياسيا فنيا امنيا لاجراء انتخابات مفصليه، لاحظي هاي الكلمه مفصليه وقد تحدد مصير ال 30 سنه الجايه. تفضلي. نعم استاذ حسام، احنا عندنا لقاء ان شاء الله بعد يومين مع رئيس حزبنا اللي هو السيد محمد حلبوسي رئيس مجلس النواب، لنتحدث بكل هذه التفاصيل اللي ذكرتها حضرتك. لكن مبدئيا احنا الى اليوم كجروب تحالف تقدم نتكلم عن اجراء انتخابات، وانه السيد محمد الحلبوسي قال احنا ماضين باجراء الانتخابات. وارجع واقول لك استاذ حسام، ارجع واقول لك، ومنو ما قال ايضا الشعب يهب والتشرينين من جديد يهبون وتصير مظاهرات في حال تاجيل الانتخابات. طيب انا يا مرد اسال سؤال، ليش يريدوها لشهر الرابع؟ طالما انه هي ماكو انتخابات مبكره والكل تقول اجلوا الانتخابات والوضع مو تمام، ليش ما يخلوها على وقتها الطبيعي شهر السابع؟ شو معنى 21/4؟ انا هم اريد اسال انا اقول لك لان الكتل السياسيه هم هم خليهم طول الجواب. انا اقول لك لانه شهر السابع ماكو كهرباء، صيف والعالم تطلع مدري وين. راح ارجع للسيده